بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد
قد قلنا إذا انشقطا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir pertama di Indonesia Quran At-Tartil. Quran ini sangat enak sekali karena menggunakan panduan bunyi bacaan dengan tanda warna. Insya Allah kita bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi gak usah mikir mana itu ikhfa, mana itu idgham. Cukup dengan tanda warna udah bisa baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah yang kedua ada waqaf ibtidaknya. Jadi berhenti di mana, memulainya di mana. Dan juga mushaf ini menggunakan khot, huruf tulisan yang tebal. Jadi enak banget untuk dilihat ya. Beda dengan Quran yang lain yang tulisannya itu mungkin tipis-tipis. Nah, Quran At-Tartil ini tulisannya tebal banget. Jadi enak kalau untuk belajar membaca Al-Quran. Dan di sini Quran At-Tartil banyak varian warnanya. Ada warna biru, merah, pink, hijau, hitam, dan lain-lain.